أسعد الله مساكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشاط الثامنة وإلى العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل وفدا عن حزب حركة الإصلاح الوطني ووفدا عن المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين في إطار المشاورات حول الوضع الراهن بالبلاد. وفي اجتماع أوبك بفيينا برئاسة الجزائر اقتراح بتخفيض الانتاج لمجابهة تحديات السوق النفطية مع التأثير السلبي لوباء كورونا. وزير الصحة يطمئن بتوفر الإمكانات وتجند الأطباء للكشف الدقيق عن فيروس كورونا واستحداث مراكز للفحص والتحليل عبر الوطن. الاستئناف العاجل لأشغال تحويل مياه الصرف الصحي بقرية تيغرن بايت بتمرست تبعا للتحقيق الذي أنجزه تلفزيون الجزائري بالمنطقة.